السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم الخير. لكل من سمع هذا الفيديو، إن كنت أول مرة تشاهد هذه القناة فالمرجو منك الاشتراك حتى يصلك كل جديد. فبإذن الله عز وجل، أحبابي الكرام، كثير من الناس تسألني: يا أخي، نريد أن نعرف ما هي أعراض سحر تعطيل الزواج. فلا شك ولا ريب أن السحر في هذا الزمان قد كثر كثيرا، وقد بلغ السيل الزبا. الإنسان يؤذي أخاه المسلم لضغينة أو حقد أو حسد، فيذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى الساحر الخبيث ويطلب منه أن يعمل سحرا لابنه فلان كي لا يتزوج، أو لابنة فلان كي لا تتزوج. فيطلب منه الساحر اسمها أو اسم أمها وأثر من أثارها، ثم يقوم بعمل السحر لعنه الله، ويوكل جنيا أو أكثر بهذا السحر. فيذهب الجني ويظل ملازما لهذه المرأة أو لهذا الرجل حتى يتمكن من الدخول فيه في إحدى هذه الحالات الأربع التي نذكرها بإذن الله عز وجل. فهذه الحالات الأربع: فأولا، حينما يكون الإنسان عنده خوف شديد، والغضب الشديد، والغفلة الشديدة، والانكباب على الشهوات، فهذه المسائل يدخل منها الجن الذي يكون ملزما بسحر تعطيل الزواج. فحينما يدخل هذا الجن ويعجب بالجسد، فإنه يصبح عاشقا للجسد. فأسأل الله أن يدمر كل جان وكل ساحر، وأن يعفو عن كل إنسان ويشفيه. إما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لخطبتها وترفضه، وإما أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية سحر التخييل من الخارج، فيخيل إلى الرجل أن المرأة قبيحة. وهذا نراه كثيرا مما يأتون عند المركز، دائما تقول لك الفتاة: أنني يأتون الخطاب كثير جدا، لكن بين فينة وأخرى يذهب الخاطب ولا يرجع. فأسأل الله أن يوفق الجميع، ويوسوس له بذلك ويصنع هذا بالمرأة أيضا. فترى كل رجل يتقدم لخطبة هذه المرأة يرفضها، وهي تبحث عن أبسط الأخطاء منه. وإن وافق مبدئيا فإنه يتراجع بعد أيام، وذلك من وسوسة الشيطان له. وفي حالات السحر الشديد، تجد الرجل الذي يتقدم إلى خطبة المرأة منذ دخول الباب بيتها يشعر بضيق شديد، وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن، فلا يعود مرة أخرى. وفي غضون ذلك يسبب الجن للمرأة صداعا بين الحين والآخر. فأعراض هذا السحر، أحبابي الكرام، صداع بين الحين والآخر لا ينتهي مع أخذ الأدوية الطبية، ضيق شديد في الصدر، خاصة بعد صلاة العصر إلى منتصف الليل، رؤية الخاطب في منظر قبيح، كثرة التفكير، الشرود الذهني، القلق الكثير أثناء النوم، أحيانا يكون هناك ألم دائم في المعدة أو الرحم أو أسفل الظهر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع. فالعلاج، أحبابي الكرام، أن يقرأ المريض الرقية الشرعية، أو يقرأ عليه أحد الرقية الشرعية، فإذا سرع ونطق الجني تعامل معه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. إن لم تسرع وشعرت بتغيير في جسدها، فيجب على المريض أن يتبع هذه التعليمات: المحافظة على الصلاة في وقتها، عدم سماع الأغاني أو الموسيقى، الوضوء قبل النوم، وقراءة آية الكرسي، جمع الكفين قبل النوم، وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد 3 مرات. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي الجميع. فلا بأس، أحبابي الكرام، أن يسجل الإنسان آية الكرسي مكررة على شريط لمدة ساعة، وتستمع له يوميا بإذن الله عز وجل. فإذا كان المريض فيه مس، سيسرع بإذن الله ويخرج ذاك المس بإذن الله. فأسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن يوفق جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة